في صراع ال يعني نقدر نقول الدوشه في صراع وفي المنافسه على ان انا ادوشك الشخير يحتل المركز الاول هو المنتصر دائما الشخير قصه خطيره جدا شخير الزوج يؤثر سلبا على صحه الزوج اذا يعني الاخت الفاضله ايتها الاخت والبنت الفاضله انتبهي فشخير زوجك يؤثر على السلبا على صحتك ده شيء بقى كلام بدون هزار لا نتكلم جد بقى شويه لو ايه الدراسه اتعملت قالت انه اكثر الاثار الجانبيه لاضطراب النوم عند الرجال يكون هو او اكثر مشاكله يكون مؤثرا بشكل سلبي على صحه المراه اضطرابات النوم عند المرأة تبدأ تحصل ثم بعد ذلك يحدث أشكال كثيرة جدا من الاضطرابات النفسية والجسدية عند المرأة في نقطة تانية مهمة جدا بقى على الجانب الآخر عشان الستات دلوقتي فرحوا ورجالها زعلوا لا نقول أنه كمان الستات عندهم حاجة مهمة جدا الستات في الشخير لا يعترفن لا تجد امرأة برضو تقول أنها بي عندها اضطرابات أثناء النوم وإن عندها مشكلة في النوم وعندها مشكلة في التنفس وعندها معاناة من الشخير. باحثين عملوا 2000 مريض ودرسوهم وعملوا حاجة اسمها طب النوم السريري. السريري ده علم مهم جدا دلوقتي واتنشر في مجلتهم اللي هي مجلة طب النوم السريري وقالت 40% من النساء قالوا ما بيشكلوش أو ما عندهمش أي مشكلة وأنكروا تماما رغم انه لما اتعملت التجربه وجد انهم بالفعل عندهم مشكله اثناء النوم وعندهم شخير. اذا القصه دي قصه مثيره جدا قصه الشخير زي ما انا قلت تفوز بالمركز الاول في الازعاج، تستطيع ان تنام وفوقك حد بيخبط وبيدقدق وبيبني. انا بعمل كده وتستطيع ان تنام وفي فرح جنبكو عملت كده كتير محل بيفتتح وجايبين دي جي وعاملين احلى مسا يا سلام بنام وزي الفل هم شغالين تحت مفيش اي مشكله لكن فيش خير حواليك استحاله تعرف تنام ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره والاسم الكبير الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم استاذ صاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره والدكتوراه والاستشاري للعلاج امراض وامراض الاي ان تي بالليزر جامعه من كليه الطب جامعه القاهره زماله الجمعيه المصريه للشخير وامراض النوم زمانة الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير اسم كبير اهلا بيك يا دكتور هشام بيه اهلا يا دكتور ايمن ما انت من الكلام اللي انا قلته كله اكيد طبعا ده انا حكيت لك ذكرياتي عشان اقول لك انا عشت شويه في المهندسين كتير عشت 15 سنه في المهندسين فشفت كل اساليب الـ الازعاج الإزعاج. الازعاج اللي هو ايه واحد بيشطب فوقي إيه؟ اوكي أوه. يعني آه بيشتغلوا من الصبح لغايه بالليل أوه. وانا مثلا الساعه سبعين الصبح الاقيهم شغالين فصل اكمل لهم عادي مم. الفتح حد بيفتتح محل ما فيش مشكله أوه. لكن مره طلعت رحله لا انسى هي رحله الوحيده وكنا يعني شله بقى في الجامعه وبتاع وفي مكان آه زي معسكر كان في واحد بس في المكان كله رغم ان كل اوضه فيها اثنين فيها ثلاثه بيشخر، واحد بيشخر قلب الدنيا قلب الدنيا طبعا طبعا الحقيقه المقدمه بتاعت حياتك هايله جدا والحقيقه لفت نظري فيها حاجه في منتهى الغرابه. حضرتك بتقول ان 40% من السيدات لا يعترفنا ان هم بيشخروا. تمام؟ اه تمام؟ الحقيقه انا انا متفق مع تماما في النقطه دي لكن اقول لحضرتك مفاجاه من خبرتي في موضوع الشخير مع جميع الاعمار السنيه الستات فعلا ما بيعترفوش ان هم بيشخروا انت عارف مين اللي بتعترف ان هي بتشخر او فجاه البنات 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 الصغيره اللي هي لسه ما اقدمتش على موضوع الزواج اكتر ناس بيعترفنا ان هم بيشخروا ليه لان بيبقى عندهم ازعاج لو اتجوزوا وحصل وحصل ان زوجها او عريسها في الفتره الاولانيه اكتشف ان هي بتشخر وما يتبع الشخير من مشاكل من ريحه كريهه في الفم من فتحه بق لمشاكل صوت مشاكل ازعاج تغيير شكل البق الريال انا اسف في الكلمه اللي بتنزل الكلام ده بيسبب لهم ازعاج حضرتك لا تتخيل شكله عامل ازاي ناس بنات كتير جدا بتجيلي رافضه فكرة فكرة الارتباط فكرة الارتباط الا لما تحل موضوع الشخير. ويعني انا حالات كتير ابدا لا انساها كل واحده فيهم كانت تيجي تقول لي انا 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 بيجي لي عرسان كتير وبابايا ومامتي بيجيبوا لي عرسان كتير وانا رافضه الفكره ليه يا ستي؟ عشان صوت وعشان ريحه الفم. فالكلام اللي تقوله حاجة كلام في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره وحقيقي 100% فالبنت اكتر واحده بتقلق وبتخاف وخاصة قبل ما بتخدم على الجواز أنها تخدم وعندها المشكلة دي إذن الشخير مشكلة اجتماعية مخيفة ده مشكلة اجتماعية طبعا مخيفة وابتدت الأمور الحمد لله بالنسبة للميديا والسوشيال ميديا والبرامج الطبية توصل للناس أهمية موضوع الشخير والنهار زمان كان لي الزوج والزوجة بيكسفوا جدا من بعض وان هو يطلع من بقه اللفظ نفسه لفظ لفظ الشخير كان لفظ يعني غير دارج وغير متعرف عليه في الاوساط سواء كانت الاوساط الاجتماعيه عموما او حتى الاوساط الطبيه انما النهارده الحمد لله النهارده بيجي العيانين الزوج بيسجل لزوجته والزوجه مسجله لزوجها والاثنين جايين متفقين تماما على ان هم عايزين يحلوا المشكله دي لا لشيء الا لمعرفتهم بـ بـ المشكله مشكله الشخير والمشاكل والاعراض الجانبيه بتاعت الشخير. ففعلا الموضوع موضوع يستحق ان اي حد النهارده بيتفرج علينا سواء صغير او كبير والنهارده هنقول هنقول, هنقول ان الشخير ليس مش, معت مش مرتبط بسن الشخير م... إن كان زمان يقول لك اه ده احنا انا انا واخد ان انا بشخر. هو في حد ما بيطلعش صوت وهو نايم؟ هو في حد ما بيشخرش؟ وخاصه كبار السن يقول لك انا كبرت في السن بقى وتصد ده يطلع و... 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 والسن لا 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 مين قال كده مين قال المعلومه دي بالعكس بالعكس النهارده الشخير بيتحل من ديوان من الرضيع حتى 80 سنه وانا بقول الجاب الكبيره دي السنيه مش بقولها من نوع من انواع يعني يعني القاعدين وبنتكلم لا عند سن يوم بيجي لي عيانين اطفال صغيرين عندهم شخير بنحلالهم وعندي 80 سنه 80 سنه وانا اعي هذه هذا السن تماما والكلام ده مشكلاته الكلام ده آه دوكيومنتد مشكلات ومتصور مشكلاته الطبيه العديده 80 سنه اكيد في طبعا في القلب في, طبعًا في السكر طبعًا في الضغط في ناس كتير قوي في ثقافتها بحكم كمان انه الملاحظ انا في رايي انه الشخير من المراكز المتاخره يمكن اخر حاجه اتحطت على يفط العيادات يعني اخر تخصص بدا يظهر على يفط العيادات ما كناش بنشوف كلمه شخير على يافطه عياده من 10 15 سنه من قبل كده دي حقيقه م. اه يعني ده جديد دي حقيقه رغم أنه هو اساسا موجود في في التخصص الاي ان تي منذ القدم لا الحقيقه التخصص الشخير مش موجود من زمان قوي احنا كنا بنشتغل او الناس اللي, اللي بدات موضوع الشخير انا بدات موضوع الشخير من اكتر من 25 سنه مع بدايه دخول الليزر مصر في الاوائل التسعينات مع بدايه ان الليزر والشغل بتاعه على سقف الحلق واللوز عملنا بيبرز كتيرة في استئصال اللوز من أوائل الناس اللي ع... من أول يعني من أول الناس اللي عملوا استئصال اللوز بالليزر في أوائل التسعينات. فإن حضرتك بتقول إن ما بنشوفش كلمة شخير على يفط دي حقيقة لأن الحقيقة الشخير محتاج أولا خبرات فترات طويلة الحقيقة دي نمرة واحد محتاج أجهزة سواء كان في التشخيص أو في العلاج فموضوع الشخير مش من الم... مش من ال... الامراض السهله ان حد يقول انا بشخر فاروح لدكتور انف واذن يعالج لي الشخير ودي الحقيقه نقطه مهمه جدا يعني ناس كتير جدا بتجيلي من خارج مصر تقول احنا عندنا في... في البلد بتاعتنا الدوله بتاعتنا كلها ما فيش تخصص شخير ما فيش هذا التخصص ما فيش حد كاتب ان هو متخصص او مركز متخصص في جراحه الشخير فاحنا غصبا عننا اضطرينا ان احنا نسيب بلدنا ونيجي عشان هذا التخصص. آه الى جانب ان احنا بنتكلم بقى على الـ الـ على الـ على مصر بصفه خاصه فعلا تخصص الشخير من التخصصات النادره جدا 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 ويمكن اللي بيشتغلوا في هذا الموضوع يتعدوا على اصابع اليد الوحيده. يعدوا على اصابع اليد كده. طيب انا عايز اقول انه في ناس كتير بتعتبر ان الشخير ده مشكله سنيه فده يعني مشكله سنيه بمعنى انه اذا انا بشخر دلوقتي عشان انا كبرت شويه في السن بيعتبروا ان دي إيه مش حاجه مرضيه دي مشكله سنيه زي شعر لما يبيض هل الشخير مرتبط بسن ده سؤال هل الشخير في الاطفال مشكله خطيره طبعا اكيد مشكله خطيره كذا سؤال في بعض الشخير هو الصوت العالي اللي بيصدر بالصفه منتظمه يوميا. مم. يعني لو واحد راجع من الشغل آه مره في الاسبوع او مره كل 10 ايام وطلع صوته وهو نايم، هذا لا نعتبره كمرض للشخير، الشخير هو الصوت العالي اللي بيحدث يوميا المزعج اللي بيحدث يوميا سواء كان بقى مرتبط بتوقف اثناء توقف النفس اثناء النوم او لا، دي قصه قصتين مختلفتين تماما مم. وده احنا بنشخ بنسميه الشخير البسيط والشخير الخطير. مم. الشخير غير مرتبط بسن تماما. الطفل الصغير وانا هحاول يعني الم الموضوع بسرعه جدا، الطفل الصغير اللي عنده يوم الرضيع اللي عنده يوم لما بيشخر وهو ده طفل نايم وقافل بقه ده طفل طبيعي. آه اللي بيبقى نايم وقافل بقه وبيطلع صوت من مناخيره ده ده شيء ده شيء طبيعي على فكره. مم. ليه؟ لان مجرى التنفس بيبقى آه رفيع وده شيء طبيعي في الاطفال مم. فالصوت ما بنعتبروش، لكن تخيل على بقى حضرتك لل, لل... 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 الكونتروفيرس ده بقى الناحيه الثانيه الاكستريم ده ده عنده تقريبا 80 سنه ده المرحله اللي ما بنحبش حد يخش لها ابدا سواء كان شاب او شاب او في اي مرحله ده بيوصل لمراحل مشاكل بقى ذبحه صدريه مشاكل في القلب ارتفاع في ضغط الدم الخنقه وده المشكله فاحنا ما عندناش سن للشخير بيجيلي جميع الاعمار من اول يوم للبنات للشباب لف 35 سنه ده هو الحاجه اغرب من كده مم. الاغرب من كده ان كتير جدا بنشوفهم يخ... انت عارف حضرتك ان احنا عندنا حاجه اسمها سبوت دايجنوزز، يعني العين هو داخل عليا اقدر اكتشفه اقدر اعرف دع... بيشتكي من ايه انا كتير جدا بيجي لي عينين فيري سمارت مع يعني وشباب و... و... رياضيين رياضي مم. مثلا خمسة 75 كيلو 80 كيلو وطوله 170 سم يعني حاجه ايديال ولكن عنده شخير يقول لي انا جاي اقول له انت الشكل اللي انا شايفه ده مش عيان شخير ازاي بتشخر يقول لي انا بشخر وعامل ازعاج لزوجتي وعندي مشكله ولما بسافر مع اصحابي بيعملوا لي مشكله بسافر في الطياره يبقى عندي مشكله اكشف عليه اكتشف فعلا ان عنده مشكله سواء بقى كان سقف حلق ساقط او متراهل سواء كان لها مترهله وطويله سواء كان حاجز انفي معوج الحية الاسباب كثيره جدا وعيان الشخير مش هو العيان اللي احنا فاكرينه، العيان السمين الشورت نيك الرقبه القصيره، ال, ال, الرقبه المليانه، العيان ال, العيان الكبير في السن، العيان اللي عنده لغد، العيان اللي ماشي مش قادر يمشي، العيان اللي مش عنده مش كيرش. لازم يبقى مش لازم هو هو دول كلهم وارد بس دول الكلاسيكيين الشكل الكلاسيكي للاصابه بمشاكل النوم وبمشاكل الشخير الحوامل ممكن يجي لهم اثناء الحمل يعني ممكن يطرا تغيرات معينه تخلي اثناء الحمل في شخير طب ده ده شخير مؤقت زي السكر المؤقت اللي بيجيلهم اثناء الحمل فيوم بقنا انه في خطر عليهم في المستقبل من السكر ولا ده شخير هيستمر ولا ايه الوضع أبس. سؤالك حلو يا دكتور <applause> ايوه سؤالك حلو يا دكتور <applause> ايوه بص حضرتك طبعا شخير الحوامل ده مش هو الشخير اللي احنا بنعتبره شخير لان شخير الحوامل ده ده الشخير مؤقت نتيجة أن الحامل وخاصة في آخر 3-4 أشهر بيبتدي الجسم نفسه يملى مية ويبتدي تزيد في الوزن في كل حتة في جسمها من ضمن الأماكن اللي بتزيد في جسمها منطقة الحلق منطقة الحلق بتبتدي تضيق وتبتدي يبقى في ضيق في مجرى التنفس يبتدي يحصل صوت عشان كده كتير جدا من الحوامل لما بيجيلي انا بشخر وعندي مشكله والنفس ومش قادر اخد نفسي ومشكله كبيره جدا اقول لها اطمني تماما تماما مفيش اي مشكله ان شاء الله بالسلامه الامور هترجع زي ما كانت بس خدي اخذن في, في الاعتبار ان انت تنزلي وزنك بعد لما تقومي بالسلامه عشان يرجع كل حاجه مجرى التنفس يرجع سليم او يرجع للحجم والديامتر بتاعه زي ما كان البنات طبعا شيء معرق جدا إن بنت جدا جدا طب نقف قدام البنات شويه خصوصا برضه هيجي لك بنت العيله تقول لك طب العمليه دي بنت لسه صغيره ما اتجوزتش هتاثر عليها دايما ما اعرفش اللي عندنا في الثقافه المصريه البنت تعمل عمليه في مناخرها هيقول لك بنت وصغيره وهتاثر عليها بنت في مجرى التنفس بنت وصغيره وهتاثر عليها <applause> هي الشخير ممكن ياثر صحيح على قدره الست على الانجاب. على قدره الست على الانجاب, الإنجاب. شوف حيطك. طبعا مش بشكل مباشر اكيد اه مش بشكل مباشر آه. آه لكن بشكل او باخر الشخير بيسبب على فكره حضرتك يعني فكرتني بحاجه كتير جدا بيجوا عندهم شخير وبيتعالجوا من آه قله الانجاب. اه يعني ل... يعني انا سكر... إنجاب. اه ليه تاخر إنجاب ليه دايما تقول لي يا دكتور ال... ال... العلاج اللي هتدهوني او الحاجه اللي هتديهاني هل دي هتاثر على او التبويض اللي انا لان انا بقالي كذا فتره آه، ما, بنج... ما يعني متاخره فهل ده هياثر فكلام حضرتك لكن خلينا نتكلم كلام كلام علمي وكلام آه... طبي آه، ما فيش بحث اتعمل الى حد ما بيقول ان في علاقه ما بين الشخير وتاخر الانجاب لكن قله الاكسجين بصفه عامه الارهاق بصفه عامه آه، التعب والجنرال ويكنس بتاع المريضه بصفه عامه اكيد ده بيأثر على كل حاجه اكيد بيأثر على كل حاجه مه. سؤال حضرتك بقى بتاع البنات الحقيقه اللي انا شايفه ان ال الوعي الطبي وخاصه في موضوع الشخير زاد جدا الفتره الاخيره اخر سنتين كتير جدا من البنات بتيجي كتير جدا من البنات بتيجي تقول لي انا ريحه بقي وحشه أنا ريحة بقي وحشة وبفتح بص حضرتك ما بتقولش شخير، ده شخير ده كمان ده مرحلة متقدمة شوية، بفتح بقي وأنا نايم. وفتحة بقي وأنا نايمة, نايمة دي بتنشف حلقي بتخلي فيه سائل بينزل لما أسحب عليه على المخدة ومامتي أو بابايا بيقولوا لي إن أنا بطلع صوت وأنا نايم. أنا مش هقدر أتجوز كده على طول، أنا مش هقدر أقدم على خطوبة، خطوبة ولا ارتباط الا لما احل الموضوع ده انا بقالي اربع سنين ب... ب... والله خمس سنين بلف على الدكاتره ومش عارفه حل لموضوع الريحه الوحشه اللي في البوق والصوت اللي بطلعه وانا نايمه وموضوع الرياله اللي بتحصل <applause> الحقيقه لما بنكشف على... على البنت دي بنلاقي سبب بنلاقي سبب مية في المية سواء كان السبب في الانف ما بتاخدش نفسها كويس سواء كان فتحه البق وهي نانويه نايمه دي بسبب عندها كانت لوز بتجيلها تقول لي كانت بتجيلي لي وانا صغير وفي الثلاث اربع سنين والخمس سنين وبابايا ومامتي آه مرضيوش ما رضيوش يعملوها لي فاللوز الحقيقه بتعمل مشكله كبيره جدا في وخاصه انا بقى فيها بقره صديديه والبقره الصديديه احنا بنشوفها بعيني ده كتير جدا من العيانين اقول لها بصي تعالي او افتحي بقك وبصور لها بقها بالكاميرا ووريها على سكرين نعمل لها نعمل لها ريكوردنج وافرجها على شكل البقرة الصددية جوه بقها وكتير جدا بنات تيجي تقول انا لما بكح بطلع حاجه بيضر رفيعه جدا صغيره جدا قد الـ قد الـ قد الحمصايه ريحتها كريهه تطلع من بقي انا طبعا واحده زي دي عشان تقول لي ان هي تقدم على الجواز استحاله استحاله والبنت العربيه والمصرية عموما خجوله بتبقى تقدم على حاجه زي كده وهي بتفكر مليون مره مليون مره وفعلا بتقول مش هج... مش هاقدم على موضوع الجواد، ففعلا موضوع الشخير للبنات موضوع حيوي ومهم جدا. <applause> وقت الموضوع تخليني دايما اقول لكم نسمعه، تعالوا نسمع مع بعض الشخير افضل من اي تعليق. ان يعني ارحب بضيف العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم منورنا دكتور هشام وشرف لينا كبير هذه الزياره اهلا بك يا دكتور شرف ليا الحقيقه في سؤال كلاسيكي قوي قوي بيحصل في عقول الكثير من الناس مش بس في الشخير في كل الامراض حاله مزمنه كل الناس وده حقهم يبقى عندهم بل في التحسن كده انا صحيت منهم اتحسنت وفي الثقافه ناس كتير قوي عندها فكره أنه واحد كان بيشخر قاعد سنين يشخر وبعدين ما عرفش حصل ايه فبطل يشخر هل فعلا ممكن واحد يشخر 20 سنه وبعدين يتحسن لوحده لا طبعا أبنى لا. أبنى. لا ليه لان آه الشخير لسبب سبب ما ينفعش ان انا افضل آه تعبان مثلا من الضغط لمده 20 سنه فجأة كده ابص الاقي الضغط اتحسن او السكر 20 سنه الاقي السكر فجاه كده اتحسن وكذلك مع مع اختلاف يعني المقارنه شويه يعني وكذلك الشخير الشخير ليه سبب ايه اللي يخلي شخص يفضل يشخر خمس سنين او 10 سنين الا اذا كان هناك سبب ده انا هقول لحضرتك على حاجه كمان اعجب من كده شويه يعني كتير جدا يقولوا لي مثلا احنا بشخر بقالي خمس سنين وبعدين انا وزني زياده 120 كيلو 130 كيلو 100 كيلو طب يا دكتور لو انا نزلت الوزن لو انا نزلت وزن كتير جدا رحت الدكاتره كتير جدا وقالوا لي لو نزلت الوزن الشخير هيروح أصلاً في الاعتبار ان انا لما كان من عشر سنين وكان وزن زياده ونزلت الوزن الشخير قل هل لو انا نزلت الوزن النهارده وانا 120 خليته 90 هل الشخير هيروح ده سؤال في منتهى الاهميه الحقيقه لا هناك أولاً في فرق كبير جدا إن أنا في بداية حياتي أبقى مليان قوي وبطلع صوت وبعدين أنزل وزني فالشخير يقل بدرجة معقولة أنا موافق على الكلام دوت ولكن اللي بقاله عشر سنين بيشخر دون إيه اللي بيخليني أقول إن لو نزل وزنه الشخير مش هيتحسن أو مش هيتحسن الدرجة اللي أنت عايزها أو هيتحسن كام في المية ده سؤال مهم جداً الأبحاث بتقول إن الوزن الزيادة بينزل من صوت الشخير من 10 ل 15% هو السؤال المهم لما انا ابقى بقى لي 10 سنين بشخر والصوت عالي لدرجه مزعجه هل ال 10% حضرتك هتنزل 25 كيلو عشان 10% ينزل الصوت 10% هل ده مرضي لك انا بالنسبه لي انا مش مرضي يعني انا لو حد جالي يعمل لي عمليه عشان انزل 10% اقول له انا اسف ما انا ما ما حسنش عيان 10% امال ايه اللي بيخلي العيان ده نقول ده محتاج عمليه عشان يتحسن لدرجه تسعين او في 100% الى جانب ان هو ينزل وزنه. الوزن الوزن مع الشخير بيعمل تغيرات اناتوميكال changes او تغيرات تشريحيه في الحلق بمعنى ان النهارده ان انا لو انا جبت ورقه زي دي ورقه وقعدت الورقه دي احركها كده مع مع الفارق لمده سنه الورقه دي لو هي تيشو انسجه عاديه لو قعدت حركها لمده سنه الورقه دي بعد سنه حضرتك هتلاقيها بقت بال... باللفظ الدارج آه مترهله جدا مم. فقدت الليونه والالاستيستي بتاعتها مم. هو ده اللي بيحصل بالظبط في في الحلق وفي سقف الحلق وفي اللها وفي اللوز وفي ال... وفي العضلات الحلق كلها بعد عشر سنين من دخول وخروج الهواء ونيجاتيف بريشر موجود لمده عشر سنين والحلق قاعد يعمل كده في كل جزء فيه بعد عشر سنين او خمس سنين او ثلاث سنين الحلق ده هيترهل هيرتخي اللوز دي لما بفتح بق طفل والاقي اللوز ابص عليهم كرتين وماسكين كده قدام بعض شكلهم ظريف جدا سواء كبار او صغيرين ما يهمنيش لكن تعالى حياتك شوف وهي دي النظره اللي بتفرق الدكتور المتخصص في جراحات الشخير مع كل احترامي ودكاتره الانف والاذن كلهم فوق راسي واحسن مني ولكن النظره بتاعتي لشكل واللوز بتختلف انا يهمني في اللوز مش في الحجم انا يهمني في اللوز الـ الـ الارتخاء بتاع شكله عامل هل هي مرتخيه وجزء منها سادد مجرى التنفس عيني بتيجي على دي انا عيني خدت ادبت على كده خلاص هي دي اللي انا ببص على مجرى التنفس ايه الملي اللي فيه فارق <applause> فانا بقول ان العيان ذو الوزن المليان وبقاله فتره بيشخر العيان ده لو نزل وزنه مش هتحس لان الحلق عنده خلاص اتغير شكله اتغير الملامح بتاعته فلو نزل وزنه ارتخاء اللوز هيفضل هيفضل موجود ارتخاء عضلات الحلق اللي احنا بنعمل لها ستريتشنج هيفضل موجود سقف الحلق هيفضل موجود اللي هيبقى موجود يبقى الشخير هيفضل موجود السؤال المهم بقى الناس اللي بتعيش حياتها على جهاز النوم سباب دول في خطر ولا ده شيء مناسب ولا ايه بالظبط شوف حضرتك السيباب الحقيقه ايه السيباب السيباب ده هو الجهاز تنفس بيتحط للعيان اللي احنا شايفينه قدامنا ده الفكرته ان العيان بيبقى مقفول من جوه ما يقدرش ياخد نفس في سده جوه الحلق فالعيان ده بيضخ له هواء ببريشر يزق الهواء غصب عن العيان وهو نايم ببساطه شديده فالعيان غصب عنه مش هتخنق ليه لان فيه ضغط بيدخل وبيخرج بيدخل وبيخرج بطريقه منتظمه مم. فهو ده السي باب تمام كده الحقيقه لفترات طويله جدا لسنين طويله جدا الجهاز ده كان هو زي ما بيقولوا المنقذ الوحيد لعينين الشخير أه. كانش في حاجه تاني طيب النهارده 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 الحقيقه العمليات الجراحيه آه بال الطفره اللي حصلت في السنوات الاخيره بالخبرات بتاعتنا في السنوات الاخيره الحية خلتنا نستغنى عن السيباب تمام اخر عيان جالي يعني ما كملش اربع خمس ايام بيقول لي انا آه رحت لي آه انا الصور اللي ده انا مصوره قال لي انا رحت آه معمل نوم وعملوا لي معمل نوم والريبورت م. اختبار اختبار, اختبار, نوم. اختبار النوم سليب لاب وقالوا لي الريبورت طالع ان حالتك السي باب دون ما ينفعلهاش. ليه؟ انت عديت الليمتس بتاعت ان السي باب ده هينفع معاك. ف غصب قالوا لي مع السلامه انت مالكش عندنا حل. يعني هفضل كده طول قالوا هتفضل كده طول عمر العيان ده جالي الحقيقه قلت له معلش ما هم يعني الـ 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 الجهاز ليه ليمت لكن بفضل ربنا الدنيا اتغيرت. الدنيا اتغيرت. العيان ده عملت له العمليه وصورناه بعد شهرين من العمليه وقال بقى كل قال كل حاجه قال كل حاجه قال انا كنت فين قال انا كنت بموت وانا بالليل مراته بقى ما بقتش مصدقه فانا عايز اقول انا عايز اقول ان الجهاز ده كان ليه فترته وعمل زي ما بيقولوا الشغل بتاعه في الفتره دي لكن النهارده العمليات الجراحيه بفضل ربنا اولا واخيرا خلاص بقى الوقت بتاعها دلوقتي عندما تصدر للمستمع أو المشاهد كلمة عملية جراحية على طول بيقول في خاطره أكثر من نقطة، أولا العملية دي بتجرى ازاي؟ هل العملية اللي هتجرى ليا تساوي العملية اللي يعني اللي تجرى لمريض شبهي في الشكوى؟ ليه دايما بتقولوا ان عمليات الشخير عمليه تفصيليه نسبيا تفصيليه يعني تفصل على حسب المشكله من عيان لعيان ايه ضمانات ان العمليه تطلع بشكل جيد مش بقول لحضرتك ان اسئلتك النهارده اسئله اسئله يعني في الجون بصراحه <applause> بص حضرتك انا انا اولا انا مستمتع بالكلام مع حضرتك مستمتع بالكلام شكرك. مع دكتور ايمن كدكتور وكشخصيه الحقيقه يعني. فسؤال حلو قوي 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 عي... مفيش ما فيش يوم بيعدي الا لما على الاقل 10 10 بوستات او 10 اسئله بتجيلي سواء على الصفحه سواء على ال... على, ال... على, ال... على اي إنستجرام على الويب سايت الا يا دكتور لو سمحت انا عندي شخير وقول لي آه العمليه تتكلف كام او قول لي هعمل ايه في العمليه آه يعني خلينا نوضح يا جماعه انا عندي اكتر من عشرين سبب للشخير من اول الانف لغايه الاحبال الصوتيه انا الكي بتاعنا والحاجه المهمه جدا هنعملها نعمل منظار المنظار ده ايدي ورجلي المنظار ده انا بعنايه بدخل جوه مناخيرك بمشي كده جوه مناخيرك وبمشي جوه مجرى التنفس بتاعك حته حته وسنتي سنتي وملي ملي وابتدي اتفرج على حته حته واشوف انهي ملي فيهم اللي فيه اوبستراكشن او سد فتخيل حضرتك من اول الانف لغايه الاحبال الصوتيه بدون تفاصيل واحنا اتكلمنا في الكلام ده كتير قوي 20 سبب هو السؤال حضرتك انهي جزء اللي مسدود هل جزء اثنين ثلاثة خمسة زي ما احنا شايفين قدامنا ده مجرى التنفس دي اللي ها وده اللسان وده سقف الحلق وده العضلات ودي اللوز ودي أنا فكرة الغضاريف ناس كتير قوي من المثقفين لو وقفنا سنة ما يعرفوش تفاصيل التشريح بتاع حتى المثقفين اللي بيحبوا التشريح يعني مش بيقول للاطباء حتى الاطباء في ناس كتير ما تعرفش المجرى ده ماشي ازاي. ده مهم جدا. ده آه. مهم جدا. عشان كده السؤال ده للاسف ما بعرفش اجاوب عليه، للاسف ما بعرفش اجاوب عليه، عشان كده احنا في العمليات بتاعتنا احنا بنسميها مالتي ليفل، يعني ايه مالتي ليفل؟ يعني احنا بنشتغل على كذا ليفل، بشتغل على الليفل بتاع الانف، او الليفل بتاع خلف الانف، او الليفل بتاع الحلق، او الليفل بتاع تحت الحلق، هشتغل ايه؟ وهعمل ايه؟ وهشيل ايه؟ وكل جزء هيتشال فيه ايه؟ أضف إلى هذا العيان نفسه وزنه كام؟ العيان حالته الصحيه ايه؟ عنده ضغط، عنده سكر، عنده قلب، عنده كام سنه؟ مشاكله الصحيه ايه؟ اسئله يعني حضرتك انا يبقى عندي اكتر من مئة يعني ما حد بيبعت لي من من بره مصر يقول لي انا عايز اعمل اعمل ايه؟ قول لي اقول له كل اللي انا محتاجه هبعت لك 15 سؤال جاوبني عليهم مبدئيا مبدئيا يجي, يجي, يجي لي الاسئله اقول له ما تيجي اعمل لك منظار ومبدئياً هنعمل كذا كحاجه بروفيشنال كده ايه التشخيص بقى يعني ايه ادواتنا في التشخيص ادواتي في التشخيص طبعا نمره واحد عيني نمره واحد اللي انا ببص بيها شكل الانف شكله عامل ازاي كلام العيان شكله عامل ازاي نفس العيان شكل العيان وشه عيان الشخير حضرتك لما بتشوف عيان شخير العيان بيبقى جاي هينفجر هينفجر وشه مش قادر يتنفس كلامه من مناخيره خلقه ضيق بيتنرفز قاعد قدامي يعني بيتخانق هو ومراته. ده ده مبدئيا طبعا الى جانب بقى اذا كان الوزن اذا كان الرقبه اذا كان هايويد احنا بقى عندنا قبل ما بيخش لي العيان عندنا تشارت كده بياخدها استبيان لموضوع الشخير 15 سؤال بيتجاوب عليهم الى جانب فحوصات بيتقاسلوا التشينهايويد بيتأسلوا محيط او السيركمفرنس بتاع الرقبه بيتأسلوا الاكسجين بتاعه قبل ما بيخش لي الوزن الطول حاجه بالبودي ماس اندكس، كل الكلام ده بيجي قبل ما العيان بيخش لي. فالكلام ده الداتا دي كلها ببتدي اكون فكره عن العيان ده شكله عامل ازاي، اشوفه وبعد كده ابتدي افحصه بعناية وبعد كده عندنا الفحص بالفايبر اوبتيك اللي هو المنظار الفايبر اوبتيك، ببتدي اشوف بقى كل جزء فيه شكله عامل ازاي. مش كده وبس، العيان لغايه كده بقول له يعني بروفيجنالي كده مبدئيا انت عندك كذا 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 وعمليتك كذا كذا، ولكن جوه اوضه العمليات جوه قبل ما بنبدا العمليه والعيان نايم خلاص بقى احنا بدخل العيان وكانه العيان نايم فعلا وبيشخر وبتخنق ببتدي ابص عليه مره اخيره بالمنظار عشان ابتدي اشوف ايه الشكل اللي قدامي وهو انت نايم يعني شفتك وانا صاحي وانت صاحي طب وانت نايم شكلك عامل ايه اللي اختلف؟ اي نعم بيبقى فيه فروقات في بسيطه 10 15% ممكن يبقى فيه فروقات في ولكن في الاخر ولكن في الاخر بقى لغايه ما العي... ليه؟ كل ده عشان لما نقول هنعمل عمليه او العمليه بتتعمل نبقى الى حد ما بعد فضل ربنا طبعا بنبقى متيقنين 100% ان احنا عملنا اللي علينا. الاجهزه الحديثه كوبليشن قدم خدمه عامله ازاي؟ الكوبليشن الحقيقه ده طفره في عالم الانف والاذن وخاصه في طفره في عالم الشخير. الكوبليشن يعني هو زي ما بيقولوا الفيرجن الجديد من الليزر الليزر مع الفرق الرهيب على فكره الليزر بنشتغل بيه تحت درجه حراره 500 الكوبليشن زي ما حضراتكم شايفين بنشتغل بيه تحت درجه حراره 50 فتقريبا ما فيش الم ولا وجع ولا اي حاجه بعد العمليه الليزر كنا بنشتغل بيه على سمك كبير شويه انا بحاول اقرب الكلام برضو الكوبليشن السمك بتاعه او مدى نفاذيته للجلد او للحلق قليله جدا الى جانب بقى البريسايز او التقنيه الحديثه قوي ان احنا بنبتدي نتحرك في مليمترات بوينت من المليمترات الى جانب ان احنا ممكن نعمل عيان من غير من غير من غير تخدير ودي حاجه يعني حاجه الحقيقه في منتهى الاهميه اللي عندي بيقعد قدامي بابره بنج بسيطه جدا بنقدر نشله سقف الحل بنقدر نعمله تجميل بلاش كلمه نشيل نعمل تجميل لسقف الحل تجميل للها بنقدر نعمل حاجات كتير جدا في الانف كل الكلام ده باستخدام الكوبليشن أنت أسعدتني في حوارك النهارده كالعادة وأمتعتنا إمتاعاً كبيراً جداً طبعاً اسم الكبير في هذا المجال لكن قبل ما نمشي الشيخير بيأثر على تفاصيل تذكر تفاصيل الحياة الماضية عملوا دراسة والدراسة دي لموا الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس بكمية بعدد كبير جداً ودرسوا لقوا إنه اللي بيشخر بيعاني من تذكر الأسماء الماضية ما يفتكرش مين اللي كان بيشتغلوا معاه من 20 سنه في الحته الفلانيه المقربين منه او القريبين منه يفتكروا ما يفتكرش تفاصيل بيته القديم اللي نقل منه فلقوا انه نقص الاكسجين بيأثر على مركز الذكريات في المخ وده شيء مخيف للغايه انك ذكرياتك تتبخر مع الشخير ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم طبعا دكتوراه وصحب الدكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره وصاحب الدكتوراه واستشاري ايضا العلاج بالليزر وجامع من كليه الطب جامعه القاهره زم زماله الجمعيه المصريه للشخير وامراض النوم وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم الاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير ضيفي العزيز نورتنا وشرفتنا اشكرك اشكرك خليكم دايما مع الدكتور